أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. عن مهرجان البصرة الرياضي والهوية الوطنية العراقية كتب عبد الله سلمان مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، جاء فيه: لقد خطط الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 بمشورة بريطانية على إنهاء الهوية الوطنية العراقية وجعلها بدون ملامح بتقسيم الأجسام السياسية العراقية التابعة للمخابرات الأجنبية كقوة تحكم العراق على أساس مكونات متنافرة يفتقد كل مكون لعوامل القوة التاريخية والثقافية العراقية، فسلب من الأكراد عراقيتهم، ومن الجنوب عروبتهم، ومن الغرب انتماؤهم الوطني، فكان العزل الثقافي والاقتصادي للعراق عن محيطه العربي ترسيخا لمفاهيم لا يستسيغها المجتمع العراقي، والارتباط سياسيا بإيران وتفضيل مصالح إيران على مصالح الشعب العراقي، وإضعاف الانتماء الوطني واعتبار الهوية الوطنية العراقية والتمسك بها جزءا من التمسك بالنظام السياسي قبل الاحتلال. ما شاهدناه من مظاهر البهجة والفرح والكرم في مهرجان البصرة الرياضي لدول الخليج العربي لا يعبر عن عمق تمسك أهل العراق بهويتهم الوطنية ذات الطابع العربي، وإمعانا بالتحدي للقوى صاحبة المصلحة النفعية المرتبطة بإيران. ومن الطبيعي أن يحتفي العراقي بالعربي القادم من الخليج كما تفعل كل شعوب الأرض، إذ تعانق انتماءها الوطني والثقافي. فلماذا استكثار الانتماء العربي للعراقيين وهو انتماء أصيل نسباً وتاريخاً وليس ارتباطاً جغرافياً فحسب أو شعارات لأحزاب أو أفكار سياسية؟ ما خلصت إليه معاني الكرم وحسن الاستقبال الشعبي ركن إلى صدق مشاعر الود والترحيب والانتماء الوطني العربي لجموع أهل العراق. فصدح صوت المعلق الكردي تغنياً بتاريخ العراق وافتخر بانتمائه، وابن الموصل وهو يردد أغنية موصلية، ولم يغب المقام البغدادي وحضور أبناء الأنبار وأربيل على كورنيش البصرة. إنه التحدي الذي أبكى الحالمين بإنهاء الهوية الوطنية العراقية بأصالتها العربية. إنها البصرة التي كان التاريخ فخوراً بها. إنها البصرة هوية العراق الوطنية العربية أصالةً. قال باحثون في معهد واشنطن إن الأحزاب المشكلة للحكومة في العراق بدأت تشير إلى تفكير عملي وتغيير لطريقة تعاطيها مع القوات الأمريكية في العراق، وأشاروا في تقرير نشره المعهد إلى أن ميليشيا عصائب أهل الحق المعروفة بعصائب الخزعلي اتبعت نهجاً مغايراً للسابق، وكذلك ميليشيات حزب الله للعراق غير حججه لمسايرة الواقع دون تصريح بقبول وجود القوات. وتطرق الباحثون أيضاً إلى تصريح رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني لإذاعة دويتشه فيل الألمانية قائلاً إن التوجه العام للحكومة المدعومة من قبل القوى السياسية هو تحديد مهام القوات الأمريكية وإعدادها وأماكنها لفترة زمنية محددة. القوى السياسية التي أشار إليها السوداني هي الإطار التنسيقي الذي تعد عصائب أهل الحق من أكثر أعضائه نفوذاً. وبالفعل في 20 من تشرين الثاني نوفمبر 2022 أظهر زعيم العصائب قيس الخزعلي أقدميته السياسية بالإشارة علناً إلى السوداني كمدير عام للحكومة التابعة للإطار التنسيقي. صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت عن علي تركي النائب الحالي والمقاتل المخضرم والمتمرس في عصائب أهل الحق في 23 يناير 2023 قوله إن الجلوس مع أمريكا لغرض تبادل المصالح هذا لا ضير فيه. وأضاف: القوات الأمريكية الموجودة في العراق اليوم هي لتدريب القوات الأمنية. إننا نسعى إلى جعل العلاقة مع أمريكا علاقة شراكة ومصالح.
وحول دوافع السوداني في تأييده بقاء القوات الأمريكية في العراق، نشر موقع عربي 21 تقريرا قال فيه: أثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني بخصوص تأييده بقاء القوات الأجنبية إلى أجل غير مسمى في العراق أثارت جملة من التساؤلات، لا سيما أنه ينتمي إلى قوى الإطار التنسيقي حليف إيران الذي يطالب في كل مناسبة بإجلاء هذه القوات. إذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها أن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني دافع عن وجود القوات الأمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم الدولة. وتعليقا على ذلك قال المحلل السياسي العراقي الدكتور عقيل عباس للعربي 21 إن معظم قوى الإطار التنسيقي مع تصريحات السوداني المتعلقة بتأييده بقاء القوات الأجنبية في العراق. الإطار التنسيقي يشعر أنه لا يستطيع فتح جبهة مع الولايات المتحدة في العراق لأنه يحتاج أمريكا لأسباب كثيرة من أجل تثبيت الحكومة واستمرارها واحتمالات نجاحها، على الأقل هذا في تفكيرهم. وما يقوله السوداني هو تعبير عن قبول معظم قوى الإطار التنسيقي بخصوص استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق. إن الخطاب الانتخابي والسياسي لقوى الإطار التنسيقي شيء والواقع حالياً شيء آخر، لذلك الإطار التنسيقي عندما يتحدث عن إخراج القوات الأمريكية من العراق يعلم يقيناً أنه لا يستطيع ذلك، والشعب يعرف هذا أيضاً. إن قوى الإطار التنسيقي تجيد المناورة مع الولايات المتحدة، فقبل تشكيل الحكومة كانت الصواريخ تستهدف المنطقة الخضراء وتحديداً سفارة واشنطن وكذلك المصالح الأمريكية في إقليم كردستان، لكن بعد توليهم السلطة لم نعد نسمع مثل هذه الهجمات. سعت إيران إلى تطوير نظام مراقبة غير مسبوق ويعد الأضخم في العالم للتجسس على الهواتف المحمولة، وفقاً لبحث أعدته مجموعة سيتيزن لاب الكندية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البحث الصادر الأسبوع الماضي استند على وثائق سرية تعرضت للقرصنة وتم التحقق من صحتها، إذ أضافت أن طموحات إيران ركزت على الاندماج بعمق مراقبة منظومة مزودي خدمة الهاتف المحمول، لافتة إلى أن طهران بحثت الأمر مع شركتين غربيتين. ولا تشير الوثائق السرية التي تغطي الفترة ما بين العامين 2018 و 2021 بشكل قاطع ما إذا كانت إيران قد نجحت في تشغيل النظام جزئيا أو كليا، على الرغم من أن المناقشات بشأنها متقدمة جدا وفقا للباحثين. ورأى الباحثون أن الوثائق تعكس التطلع إلى بنية مراقبة غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. سيوفر نظام المراقبة معلومات شاملة حول مشتركي خدمة الهاتف النقال في إيران، بما في ذلك المعلومات الشخصية للمواطنين والأجانب عند شراء بطاقات سيم كارد. ووجد الباحثون أن كمية المعلومات التي يمكن للسلطات الإيرانية جمعها من مزودي خدمات الهاتف المحمول في إطار البرنامج هائلة، وتشمل الأشخاص الذين تواصل معهم المستخدم ومتى وأين وعدد المرات والفترة الزمنية التي استغرقها في الحديث. وتتيح المنظومة للسلطات الدخول لسجل استخدام الإنترنت والرسائل النصية وكذلك تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين والوصول لمعلومات التعريف الشخصية مثل شهادة الميلاد وأرقام جواز السفر وإجراء تغييرات على هاتف المستخدم مثل إجباره على استخدام شبكة إنترنت أبطأ. وذكرت الصحيفة أن هذه المعلومات السرية جرى الوصول إليها بعد اختراق بريد إلكتروني صادر من شركة اتصالات إيرانية تدعى آيريان تيل. المجاعة في الصومال قد تترك آلاف القبور الصغيرة بجانب الأمهات. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للصحفي نيكولاس كريستوف قال فيه إن المجاعة التي تلوح في أفق القرن الأفريقي قد تترك قريبا مئات الآلاف من القبور الصغيرة في الأراضي القاحلة،
في إشارة إلى فقدان الأطفال لحياتهم. وأوضح المقال أن الصومال عانت على مدار عامين ونصف العام من قلة الأمطار، ما أدى إلى ذبول المحاصيل وترك جثث الماعز والماشية على الأرض الجافة، بينما تنتقل العائلات بحثاً عن عمل لكسب النقود وإطعام الأطفال الجائعين. وأضاف: قد يكون هذا جزئياً مسؤوليتنا، فمن المعتقد على نطاق واسع أن أسوأ جفاف منذ 4 عقود مرتبط بتغير المناخ. هو المعنى الضمني أن انبعاثات الكربون من البلدان الغنية تقتل الأطفال الصوماليين وتربطنا بهذه الأزمة بخيط من المسؤولية الأخلاقي. نتابع. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه مع تصاعد الأزمة نحو المجاعة سيعاني 1,800,000 طفل صومالي دون سن 5 من سوء التغذية الحاد بحلول تموز يوليو. وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا تقتل أيضاً الأطفال في الصومال، إذ كان نحو 90% من واردات القمح الصومالية تأتي من روسيا أو أوكرانيا، وقد أدت تلك الحرب إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والأسمدة. ولعل الأهم من ذلك أنه صرف الانتباه والمساعدة التي كانت ستخفف من حدة الأزمة الإنسانية هنا، أن الجوع لا يقتل الأطفال فحسب، كما أنه يبعدهم عن المدرسة. أن تجنب هذه المجاعة التي تلوح في الأفق في القرن الإفريقي يتم عبر الاستثمار في تدابير الصمود مثل السدود والبذور المقاومة للجفاف حتى لا يتبع الجوع كل موسم ممطر فاشل. نتابع الآن الرسوم الكاريكاتورية. يكافح نازحون سوريون في منطقة إدلب شمالية غربية أو شمال غربي البلاد من أجل مواصلة العيش في ظروف صعبة يفاقمها حلول موسم الشتاء. ويستقبل النازحون السوريون موسم شتاء آخر وهم في الخيام، حيث نزحوا إليها هربا من قصف قوات النظام وحلفائه لمنازلهم وقراهم. ويواصل قرابة 2,000,000 سوري العيش في مخيمات النزوح بمنطقة إدلب قرب الحدود التركية في ظل ظروف تفتقر إلى العديد من أساسيات الحياة الكريمة. ويقطن في منطقة إدلب قرب الحدود التركية نحو 2,000,000 نازح ممن فروا من هجمات قوات النظام وحلفائه. تعد الأرجل المتكتلة الغريبة لدجاج دونغ تاو طعاما شهيا بالنسبة للكثيرين، وهي طبق شائع بشكل خاص بين الأثرياء خلال العام الفيتنامي الجديد، ويحتفل في أنحاء مختلفة من العالم بالسنة القمرية أو الصينية الجديدة، وهي ستكون سنة الأرنب إلا في فيتنام حيث سيبدأ عام القط. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
أنا سعيد جدا بأنه النصف الآخر خرج، واليوم بنقدر نقول أنه اكتملت حريتنا، بنقدر نجسد حريتنا على أرض الواقع إن شاء الله قريبا جدا، وحرية كاملة مكتملة. لون النفس الطيب هذا تاع شعب الجبرين ده ما صمت من 40 سنة، قلتها وبعيدها وبقولها، 40 سنة من نضال أخونا كريم وأخوه ماهر يونس، هذا مهر لسه ما بيقدر لفلسطين، فلسطين تستاهل مهر أكبر من هيك. إن شاء الله إن شاء الله لقاء الحرية راح يكون ويجمعنا في جميع الشرفاء لهذا الوقت. يعني بالنسبة إلي أول خطوة هي القدوم إلى هنا، وأيضاً أنه أكون جزء من استقبال ماهر، وأنا أفرح لفرحة ذويه وأهله وأهل بلده وشعبنا كله بفرحته، كما فرحنا لتحرر كريم. بعتقد أنه اللي بيكون له أسير بالأسر ما بيقدر يفرح لأسيره فقط، وإنما بتصير تعني حرية كل أسير كأنه حرية أسيره. ظلم إنه 40 سنة و30 سنة بتسمع 36 سنة، هذا ظلم بحد ذاته، يعني مش هوين الكلمة، يعني 40 سنة مزبوط فرحانينه، بس راح من عمره 40 سنة. قد تكون مظاهر الاحتفال الشكلية غابت عن المشهد هنا، لكن الفرحة الحقيقية والقلبية موجودة. الناس هنا سعداء ومسرورين بهذا التحرر لماهر الذي عاد إلى بيته وإلى أهله وإلى مسقط رأسه عرعرة في وادي عرعرة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.